درجة الحرارة، فنتوقع توزيع أحمال. هذه إجابات عند واحد من العلماء في المجال قبل ما يكون الوزير مسؤول، وهو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك يا سيدي. تحياتنا لحضرتك أولا. أشكرك يا فندم تختارني. أولا عايزين نفهم من حضرتك اللي كان بيتكلم عنه سيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة بخصوص أنه ده من الممكن أنه يستمر لعدد من الأيام اللي جاية. إيه اللي حصل وإيه اللي إحنا متوقعينه في خلال الأيام اللي جاية؟ طيب كلام حضرتك مظبوط، يمكن المقدمه اللي سيادتك قلتها برضو يعني لمست وجه الحقيقه تماما، وانا هقولها باختصار شديد. هو طبعا زي موجه الحر اللي حصلت من يومين تقريبا، طبعا بقى في ضغط كبير على الطاقه الكهربائيه. احنا بناخد معظم محطاتنا بتستغل عن طريق الغاز الطبيعي عشان تقدر تولد الطاقه الكهربائيه. المحطات على درجة عالية جدا من الكفاءة، ويعني أقول لحضرتك برضو شيء يذكر أنه القدرات المركبة في الشبكة عندنا النهاردة قادرة أنها تدي طاقة أو قدرة في حدود 15,000 ميجا وات، أكثر من أقصى حمل إحنا وصلنا له. فيعني من ناحية قدرات الشبكات عندنا وقدرات الإنتاج على درجة عالية جدا من الكفاءة. الفكرة نتيجة انخفاض في الضغوط اللي موجودة في شبكة الغاز أثرت على كميات الغاز اللي واصلة إلى المحطات، وبالتالي كان لازم نقلل من إنتاجنا من الطاقة الكهربائية. احنا بننسق الكلام ده تماما مع زملائنا في قطاع البترول، وهم اللي بيحددون لنا تقريبا مقدار التخفيف الاحمال قد ايه عشان يقدر يتوافق مع قدرتهم على يعني امدادنا بالغاز اللازم للتوليد. احنا حضرتك فكره، وعلى فكره التخفيف مش قليل، يعني امبارح كان تخفيضنا وقت الذروه وصل الى 3200 ميجا واط، وده رقم كبير قوي. طبعا هتستمر الفترة دي ان شاء الله، ما تستمرش فترة طويلة، يمكن لغاية ما شبكة الغاز تستعيد الضغوط بتاعتها. انا متوقع يعني في خلال يومين ثلاثة بحد اقصى اعتقد كده. ده نتيجة طبعا حضرتك عارف ان احنا داخلين على اجازات، فالمعدلات الانتاج او معدلات الاستهلاك بتقل، وبالتالي هيبقى احتياجنا للغاز الطبيعي اقل شوية، وده هيساعد على اعادة الضغوط في شبكة الغاز بحيث نقدر بعد كده نحصل على الطاقة اللي احنا عاوزينها بدون اي مشاكل على الاطلاق. ده باختصار سريع جدا تحليل الموقف من الناحية. مفهوم. حضرتك قلت ان امبارح كان اقصى نقطة لتخفيف الاحمال اللي هي 3200 كيلو وات. بالظبط، والاحتمال النهارده بقول لحضرتك احنا المعلومات ديت يبقى تتاح لنا عن طريق البترول، واحنا بنتبعهم طبعا، احنا بنشتغل في مفهوم. نفس على حسب ما هو بيخصص لك غاز، على حسب ما انت بتنتج. بالظبط كده، مظبوط كده. طب ال 3200 كيلو وات في اليوم دول يعتبروا قد ايه من قدرتنا اليوميه؟ لا احنا القدره كان المفروض تبقى حوالي 3000 سوري 35000، فاحنا اللي عملناه حوالي 32000، يعني بنتكلم على اولموست 10% تقريبا يعني. ودي اعلى مستوى، وده اعلى مستوى للخفض اللي هو توزيع الاحمال، ان احنا قللنا 10%. بالظبط، ده اللي حصل، وده وقت الذروه كمان بالدرجه الاولى، لكن كان برضو يعني في التخفيف كان اقل من كده شويه خلال معظم النهار. طبعا هنضطر، طبعا مش معقول هتخفف من مكان واحد، احنا بنحاول نوزع الكلام ده توزيع. ممكن في بعض الاحيان بتبقى في واحد ياخد يعني بيخفض عليه فتره اطول والتاني اقل، لانه في اماكن اشتكت انه عندها الطاقه الكهرباء كانت بتقطع متكرره او لفترات اطول من ناس ثانيه. مظبوط يا فندم، مظبوط. طبعا عشان بس سيادتك فكره، احنا عندنا 33 مليون مشترك، يعني واخد بال حضرتك، فده فيعني وشبكات توزيع، شركات توزيع مختلفه، وفي بعض الحاجات بتتعامل مانيوال، يعني قصدي احنا بنحاول بقدر الامكان ان يكون هناك يعني عدل في توزيع تخفيف الاحمال، وان شاء الله دي بضروره سيادتك يعني لحد الان، يعني انا متوقع يعني في خلال يومين ثلاثه ان شاء الله تعود الحياه المجاريه باذن الله، ما تبقاش في عندنا مشكله. مفهوم. هل في محافظات يعني مثل القاهره او اسكندريه او المدن الكبيره بتبقى هي اللي نصيبها اكبر في توزيع الاحمال؟ والله طبعا هو على حسب الحمل الموجود الكبير قد ايه، فطبعا مما لا شك فيه ان مدينه زي القاهره، مدينه زي الاسكندريه والحاجات كده، اكيد القدرات او الطاقه اللي عاوزاها اكتر، وبالتالي هيبقى تخفيض، بس يمكن الناس بتحس لان التخفيض ده بيتم على عدد اكبر من الناس، فهيبقى نصيب كل واحد اقل شويه. بالظبط كده. واحنا متوقعين ان ده يعني العالم كله بيشتكي دلوقتي من 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 صيف حار فوق المعتاد، ده معناه ان احنا ممكن نمر بالمساله دي مع كل موجه ارتفاع درجه حراره كبير كده؟
ان شاء الله لا، يعني برضو زملائنا في البترول بياخدوا احتياطاتهم في هذا الامر، وبرضو بنبص على الوقود بديل كمان ايضا. يعني قصدي انه زملائنا يعني يعني في تناغم كبير ما بين العمل بيننا الكهرباء والبترول عشان نخلي الحكايه دي اقل ما يمكن ان شاء الله. احنا السؤال يعني